ماشي. فانا ما اقول منكم يا جماعه، شفتوا الان كيف العقل ايش عن ايش عنصر الاخراج الوحيد عندنا؟ الكلام، اللسان. هل عندنا وسيله اخراج ثانيه غير اللسان؟ لا، في الاشاره. كتابين. الاشاره ها؟ نعم. هذه ايش بالاشاره بدون ما تتكلم؟ اللبيب يقول اشاره يفهم بدون ما تطير. قاعد تلطم مويه، تتلطم مويه. ايش ايش كذا عصير؟ اشرح ايش شطه. هذا ايش بالحركه؟ بالحركه تبي تروش؟ نفس الفكره. ما تستطيع. الحركه تعتبر اداه مساعده للسان. فهمتوا كلامي؟ صح. الحركه تعتبر اداه مساعده، لذلك اداه الاخراج الوحيده عندي ليش؟ اللسان. الله خلق لنا كم اداه الادخال؟ ولسانه وشفتيه. خمسه مقابل ولسانه. كان الله يامرنا ان نتعلم اكثر من ان نتكلم. صحيح. في شيء غريب طبعا، يمكن مشاهدي بداية القديمين قد تكلمت عن هذا الموضوع تفهمونه. من يكتشف؟ تأمل ذاتك العجيبة. الله سبحانه عندما خلقك والله خلق شيء عظيم. شيء غريب في أدوات الإدخال، في شيء مشترك بينها. إيش هي؟ شيء غريب سبحان الله. أنا استغربت يوم تأملت فيها. مشترك بينها كلنا في، لا في الأشياء الخمسة، في عناصر الإدخال الخمسة. إحنا إيش قلنا قبل شوي؟ قلنا بأن عندنا خمسة أدوات الإدخال. اللمس، حواس. أحسنت، اللي هي اللمس، التذوق، الشم، السمع، والنظر. صح. في شيء غريب فيها، وعندنا أداة إخراج واحدة اللي هي اللسان. هي كلها تروح للآخر، كلها يحللها. ممكن لا. غريب مرة ثانية. شيء غريب في الأدوات الخمسة للإدخال. متشابه يعني ولا؟ أي متشابهة فيها غريبة. الذوق، التذوق والكلام. إيش فيه؟ يعني إنها نفس. مكان واحد. لا. مشتركة بالخمسة. تنتقل عبر الهواء. ها؟ تنتقل عبر الهواء. اللمس إيش فيه؟ حالة الألم وهذا ردة الفعل. لا. لا أشوف شيء غريب في خلقة الإنسان غريب. كلها ايش؟ في الراس، اليدين برا الراس. سرعة سرعة التلقي. لا. طيب فيه تشابه بين الذوق والشم. لا مع انه ما في تشابه. مشي لك. لا فيه. شو تذوق؟ شميت شيء يمكن خلاص تتخيل طعمه. طعمه جميل. الريحة. قرب ايه؟ اي شيء تلقطها. ايوه. لا اي شيء تلمسه. جرب شي. السؤال دكتور. دمع او لا جرب لنا السؤال. السؤال إيه؟ في شيء غريب مشترك بين ادوات ادخال الخمسه الى عقلك؟ الذاكره. لا الذاكره. كل الخمسه مشتركه فيها. الذاكره. شيء غريب مع الاشخاص ولا؟ لا كلنا اي واحد. انا فهد الفهيد الخمسه. أنا كلها في الراس. لا هذا الدين مو في الراس. أنا أعصاب. لا كلها اعصاب. خلونا شوي نتامل ذواتنا. الله خلق لنا ماذا؟ طين. عينين ولسان واذنين ثنائيات وانف. ايوه نعم وصلت. كل شيء اثنين ما عدا اللسان واحد. ثنائيات. لاحظتوا؟ كل شيء اثنين. الله خلق لنا من كل اداه الادخال شيئين اثنين. خلق لك اذنين وعينين وفتحتين للأنف وشفتين ويدين. لسانا وشفتين. احسنت. شيء عجيب في عناصر الادخال. عقلك هذا عظيم، يعني الله دبل لك عناصر الادخال. كان الله يامرنا ان نتعلم اكثر من ان نتكلم. اهدافك الحياتيه. التذوق مكان اللسان. اللسان؟ لكن تستخدم الشفتين في التذوق. في الكلام. لسان مخرج. صح؟ ما تذوق الشفتين. الا لان بالاضافه لحس التذوق انت تستخدم احيانا الشفتين فيها. عرفت تستخدمها؟ اي تشوفه حار وبارد. في التذوق. فتستخدمها، فالله خلق لك شفتين. ولسانا وهديناه النجدين. فلاحظتوا ان الله دبل لنا شيئين اثنين اذنين. حتى سبحان الله لو الله غفل يعني حرمك من اداه واحده تكون ايش؟ الثانيه مستعده. حتى لو حرمك الله سبحانه وتعالى من مثلا من احد النعم البصر، تجد ان نعمه السمع عندك ايش؟ اقوى، ترتفع. ممتاز عليكم. واضح شباب؟ داخلين معي في المود ولا غرقانين؟ مستوعبين؟ بس لو فيها نقاط صدقني بتزيد التفاعل اكثر. ابشر. لا ما نبي نقاط، ابيكم تطلعون الله يرضى عليكم. والله ودي لما تطلعون من هنا ويوم من الايام تستوعبون ماذا يعني هذا الانسان العجيب. لان في صناعه اهدافك اذا لم تخرج اليوم بهدف واضح ستفقد حياتك وتشوف حياتك تمر بسرعه. ولا تكون دائما يقول الذي لا يصنع الاهداف يصنع الاخرون لها ايش؟ الاهداف. ويستغلونه لاهدافهم. فاليوم احنا دورنا ومن يتابعنا كذلك. انا شوف انا متاكد بالاضافه الى متابعتكم انتم هناك من يتابعنا ايضا خلف الشاشات ويستوعب بان هذا الكلام خطير جدا في حفظ